اذن الشيخ صالح يعني الايه الكريمه دلت انه اذا انتفى الظلم حصل الامن وقلتم بان الامن هو الامن المطلق هل نسميه يعني الامن الكامل يا شيخ هو الامن المطلق هو الامن الكامل اما إيه؟ مطلق الامن فهو الامن الناقص قد يكون معه تعذيب بالذنوب لكنه لا يخلد في العذاب نعم